بعض السوق السوداء للأدوية التي تبيع الدواء بأضعاف سعره، ها هي الأدوية المزورة تجتاح الصيدليات، ما دفع نقابة الصيادلة إلى رفع الصوت محذرة من آفة انتشار الأدوية المقلدة بالأسواق. فماذا يقول الصيادلة إزاء هذه الظاهرة الخطيرة؟ بتعرفوا اليوم انه في ادويه مغشوشه او مقلده او مزوره اذا فينا نقول عم بتفوت على الاسواق اللبنانيه، نقابه الصيادله حذرت من هذا الموضوع، انتم كصيدليات كيف بتضمنوا انه الدواء عم بفوت لعندكم مطابق للجوده والمعايير الصحيه والطبيه؟ هلا عاده نحن ما بنشتري يعني الا من الوكيل او المستودع يلي بيكون عليه ختم الوكيل وهيك. هلا بهيدي الازمه اللي صارت انه في ادويه كتير بطلت موجوده، يعني انه والمريض بيلجا لنا انه بليز امنوا لي اياها، يعني بنحاول انه نقدر اذا قدرنا نجيب له اياها انه نتاكد انه هيدي يعني فينا نعرف انه اصليه 100%، يعني ما بتتزور. هلا اللي بيتزور عاده هو الادويه الغالية كتير. بدنا يصير في تحديد شو هي الأدوية، ما بدنا نحكي بأنه بالعموم أنه في أدوية مزورة، إذا في دواء معين عم بفوت إلى آخره هذا لازم يتحدد، بعدين منشوف شو الموضوع. هي واحد. اثنين، نحن كل الأدوية اللي بتجي لعنا على الصيدلية عم تجي من السوق المحلي، معظمها من المستودعات، من الوكلاء، من المعامل اللبنانية، فهول اكيد ما في اي شك بصلاحيتهم او بجودتهم، لانه هول كله عم يمر على وزاره الصحه. هلا اذا عم يحكوا على موضوع الادويه اللي عم تجي لاستعمال خاص، يعني مثل اللي عم يجي من تركيا او الى اخره، هول هلا في سمعنا نحن بكم دواء عم يجي، خصوصا الادويه اللي تعون الكانسر عم بيكون فيهم مشاكل. هلا هون بده يتاكد الزبون انه عم ينجابه من صيدليه، مش اللي عم بيحطه على الفيسبوك وعلى جامعه الشنطه والى اخره. اما حال المرضى فيتجه معظمهم للحصول على العلاجات من الانترنت او الطلب من الاقارب والاصدقاء القادمين الى لبنان شراء الادويه وتامينها، عدا عن تجار الشنطه الذين يقومون ببيع الادويه في السوق السوداء بالعملات الاجنبيه دون حسيب أو رقيب. بحال ما لقيت دواء بالصيدلية شو بتعمل؟ بي كان على باب المستشفى، فوتوه طلبوا دواء مش موجود بالمستشفى، اضطرينا نظهره من المستشفى ونبرم عليه واشتريته بالسوق السوداء. بالصيدلية كان في حقه 65,000، اشتريته بالسوق السوداء ب 12 دولار. أنت بالسوق السوداء لأنه هلا في أدوية مزورة ومقلدة. دواء كنا عم نصوره ونطلب، يعني طلبت صورته مزبوط وورجيتها للحكيم وتأكد انه مزبوطة قبل ما اشتريهم، لانه المبلغ كلف تقريبا شي 2000 دولار. جيبه من تركيا، امبارح اشتريت دواء حقه 160,000 شنب 160 دولار. طيب بركي كان مزور مقلد. ايه؟ ما بتخاف يكون مقلد؟ اصلي مكتوب عليه. في ناس عم يعرضوا ادويه يعني بالشنطه ولا دليفري، هو عم بيكونوا مقلدين. انا ما بعرف الحقيقه، يعني اول مره بعرف المعلومه هاي، بس اذا افتراضا اذا اضطريت كيف يعني مضطر شو عم شب البلله، ولتي انه مثلا يعني صباح الله تصاب بالعمى مثلا. في ادويه بالسوق السوداء بتلجئي لهم او ايه مثلا؟ لا شخصيا لا. ليه؟ ممكن وصي حدا مثلا من برا يبعت، لانه ما بوثق يعني انه يكون الدواء صلاحيته شو تركيبته مين عم ببيعه ليه كيف، يعني بيكون الواحد مريض بيزيد مرضه، فالأفضل أنه لا ساعتها يلجأ للشيء اللي ممكن قد ما فيه بديل يعني، بس مش أكثر. بين مطرقة الوجع وسندان الحصول على الدواء يقع المواطن ضحية لا ضمير المستشري في نفوس تجار الموت. النصيحة الطبية للمستهلكين هو أن يتم شراء الأدوية المختومة بشعار الجودة الخاص بالشركات المعتمدة عالمياً، لكن المشكلة تكمن في البحث عن الأدوية من دون معرفة مصدرها واستهلاكها واستيرادها وفقاً للمعايير العالمية الإلزامية، لأن الوجع لا يحتمل الانتظار خاصة إذا كان للأمراض المستعصية والسرطانية. إيمان الشويخ، NBN.